أحبائي الكرام في كل مكان، متتبعي جريدة موند بريس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتواجد الآن بمهرجان الورود بقلعة مقونة، ومعنا كثير من الفرق الفولكلورية، ومعنا رجل غني عن التعريف يعرفه الصغير قبل الكبير، وهو السيد القرطاوي بغناه. أعطينا الترسامة ديالو على النسخة 55 من مهرجان الورود. مرحبا، القرطاوي محمد من مدينة زاكورا، رئيس فرقة الركبة. الآن الدورة الدورة شحال الدورة؟ 55. أنا كنشارك من 1973 وأنا كنشارك في هذا المهرجان، وكل سنة وكنتمناو يبقى تاريخ لقلعة مقونة وللورود ديالها وللشباب ديالها وللحب ديالها. السلام عليكم سيدي، راه نتقدم الفرقة لوزي مغران. كنشارك في سربيس سيدنا صلوه الله ينقلها، كنشارك في المهرجانات كالرباط، كالدار البيضاء، كبني ملال، كقادير، كل شيء ودهات المغرب تنكدها الفراقنا. صغور لك راه الداعمي سي، لا ما كنت يتعامل كنت يتعاون ياكل ماذا غير يتعاون غير ربي. ربي غير يتعاون. يعني دا تدوم يجيو بالنون؟ تانت ود هاتي كنوش كاس المهرجان تتخلصن، ولكن كندا سكرا بلا نودا تنتخلص كجنو بالنون. قد سيفوا أقل لتنمية المحافظة على التراث بزاوية البركة زاكورة. بالنسبة لنا احنا مع هذا المهرجان، من نهار خلق هذا المهرجان وحنا معاه، احنا من الافتتاح ديالو كان الوالد ديالي هو اللي كان قبل، وانا شديت عليهم النسخة، واحنا غادي لحد الساعة كان باقي كنشاركوا في مهرجان الورود. مهرجان الورود من واحد المهرجان الثقافية المغربية اللي تعطي واحد التراث مغربي 100%. تنتمنانا بحال هاد المهرجانات وبحال المهرجانات ديال الفنون الشعبية تزيد باش تشجع بزاف باش يشاركوا فيها الفنون الشعبية. شارك كنديس جامع يتعطى دان تيدرا دان تيكساغرو دان تيسين غير ما سنتين غير ايوا نتشكر هاد غني يدود من القلعه دا يصفدنا مشي دا غراب.